كيسك تروح وترجع بالسلامة. ثانك يو. كيسك ماما. كيسك. كريمة تعت لهم. أنا عيوني بنيجي هون. ميرسي مام. ميرسي فدوه. حبيبتي أنت. رح اشتاق لك كثير. وانا كمان. حياتي حياتي ما رح اتاخر يا مامي كلهم كم يوم. ليه اجا؟ انا ايه افتح افتح طول حجي. صحتان حماتي. عيبك. نور البيت. مساء الخير. لا وجيه على الاهل. شوفي يا جماعه خير مجمعين هاي في شيء؟ وجيه انا مسافره بكره او فدوه عامل لي سهره. عن جد وما بتقولي لي؟ لشو؟ لنتعذب ونطلع لعندك ونعزمك ونحكي ونقلك يا وجيه انزل. ما انت هيك هيك حتنزل وحتلزق وحتجي وحتيجي. طيب معوقة شيء؟ لا بس كم يوم. احسن احسن. دخلك فادي؟ ايه. بينضربك هالبوكس على عينك؟ ايه لا بابا مش بوكس هذا. تفكشت فتت بمسكة الباب فوق بالأوضة. كذب. برافو كريم. الله ياخذ بيدك. عرفتي كريم؟ انا خلاص تركتها للولو وصلت من راسي. عن جد؟ برافو يا وجيه. ليش في وحده فيها راس تطلع فيك؟ محمد اخي مهضومه. ايه انا بفتح. ايه افتح افتح لتشوف. والله اهلا وسهلا. شو عم تاكل؟ بصور. استاذ فادي موجود؟ هذا الاستاذ نعمه. فوت فوت استاذ نعمه. فوت فوت استاذ نعمه. شو جايبه؟ اهلا اهلا. شو جايبه؟ اهلا 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 بالاستاذ نعمه. اهلا وسهلا فيك. اهلا اهلا. شوف الله مشتاق لك. عزك عزك. تعال اهلا بالاستاذ نعمه. بصور. يا عمي ليش معذب يا استاذ نعمه؟ ليش معذب؟ ميرسي كثير كلك ذوق. نصه لامك اهو. لالي؟ إيه؟ طيب بنتي بدها تسافر اوكي فهمنا، بس انا لشو بدي افهم؟ ايه ايه اهلا اهلا استاذ نعمه. تفضل تفضل. فيك تقولي عجيب. اهلا اهلا. بحب اعرفكم على الاستاذ نعمه. يا اهلا اهلا. الاستاذ نعمه عنده شركه وانا محامي شركته. هو عنده شركه؟ طبعا. يعني زلمه مقتدر حشا مصاري. لك يا اهلا يا اهلا بالاستاذ. الاستاذ وجيه جاري. اهلا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك استاذ فادي. نعم. اذا في مجال تحط لنا شويه موسيقى نعمه تنرقص عليها. يا حبيبي انا بحب الهدوء، خلينا هيك هادين مع بعضنا وبلا موسيقى بالبطيخ. فظيعة قوية. شو بحب المرة القوية. ايه اولاد اولاد يلا عنهم يلا عنهم اولاد يلا يلا بنمي مام. وانا كاتب على هالورقة كل الاغراض اللي بدي اياها من السفرة. ورقة وهون يا خلادة. يلا كريم لكن انا بكرة بتوصل لك كليسة تان عني وعن برتاز. استاذ نعمة شو بتحب تشرب؟ اذا في مجال ويسكي. ويسكي ويسكي طبعا. رح جيب ثلاث اناني ويسكي ليقدر يبلعها لحماتي. اقل شيء. اهلا اهلا. تفضل تفضل تفضل. اهلا اهلا. يا اهلا. كيسك كيسك يا زلمة. يا اهلا. بلش 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 بلش. شوفي تركين الناس لحالهم برا وجبتني لهون. شوفي انا اصلا عملت هيك لانه الاستاذ نعمه مغروم بامك كثير. شو؟ وطلب مني اعمل سهره واعزمه عليها وتكون هي موجوده. يعني هيدي السهره اللي عملها مش عملها كرمالي انا؟ لك اكيد كرمالك، بس انا استغليت الظرف وبما انه امك موجوده قلت هلا خلينا نتركهم لحالهم بلكي بيحكوا مع بعض بصير في نصيب. ولك منك هين يا فاشل. شو تعتوني معي تقيل الدم في القدو. حماتي وطي صوتك يا حماتي. امي شو رايك في للاستاذ نعمه؟ يخرب بيته ما بينطق ما بينطق. من وقت ما تركتونا لحالنا هو نازل فيه غسل واشعار ولا ما بتقس مع شعر. شو بدك احسن من هيك؟ الزلمه معجب فيكي. هي ينعجب فيه يصطفل، بس بدك انا انعجب فيه. شو يعني؟ ما مشي الحال؟ لا 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 لا، من وقت ما رحته قرب صوبه هيك
قعد حدي وقال لي احنا معجب فيك وانا حابب اهزمك على العشاء. ايه حبيبتي وانت شو قلتي له؟ قلت له حل عني حل عني غببت لي على قلبك. يعني ما مش الحال؟ لك يا حبيبي عم بتقول لك قالت له غببت لي على قلبي، كيف بدي يكون مش الحال؟ ايه بس يا حماتي اعطيه فرصة تانية بلكي بيمشي الحال. ايه امي كرمالي انا. ليك تقبريني كرمالك انت رح اعطيه فرصة تانية بس بتعرفي ليه؟ ليه؟ لاني لي زمان ما سمعت كلام حلو. هالعال هيك لفوت نقعد معه عيب. ليك فادي بس بدك تعزمه تاني مرة قلي حبيبي مشان حضر حالي. لا 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 شو تاني مرة عم تدق الحديد وحامي؟ الزلمة مغروم فيك ويحواني منخلي في البلاد. روح احكي معه ومشي امورك يلا بلكي بصير في نصيب. بس هلا ما رح تزبط. لا ما ليه ما بدها تزبط؟ الزلمة مغروم لك الزلمة جاي مضروب على راسه هلا بتزبط عمتي. عم قال لك ما رح تزبط. لك بتزبط اذا فل من هون بيوقع بيعرف انه بده ياخذ مصيبه. هلا بتزبط يا حبيبتي ما رح تزبط. لك بتزبط صار شارب ثلاث اماني ويسكي. لك هلا شايفك بريجيت باردو. لك بتزبط. ولك عم قال لك ما رح تزبط. لا والله لاني شحطته. فل نفد بريشو.